حاو معلومات احمد كتيرة. طارق في السودان. هنا بقى انت ادركت ان انت مش بس لا مش لسه نجم، لكن انت بقيت فتى احلام حد بنات كلمك كمان. ولا سوشيال ميديا لا هي في اللي انت السودان يعني حصل كده زي فضيحه كده في السودان ظريفه جدا. ايه بقى اللي حصل؟ حكم احنا تحب الفضايح انا عارف جدا السودان جزائر كل البطل العربي. الحقيقه انا كنت بتفرج على ماتش النهائي بتاع كاس افريقيا، فكنت برضو؟ بتفرج هناك يوم الاحد. انا سافرت السبت، فيوم الاحد بالليل قاعد بتفرج، فالنشيد الوطني كان شغال، فعملت ستوري كده على الانستجرام. قلت ربنا يوفق مصر وربنا يوفق المنتخب وكده. بعديها بربع ساعه حد بعت لي بوست محطوط على صفحه من صفحات الستات في السودان. الحقوا احمد طارق في السودان. بالظبط كده اتقال، ده اللي اتقال. اللي اتقال يا جماعه الدكتور مروان اللي هو اسمه احمد طارق دلوقتي بيتفرج على الماتش مصر في فندق كذا. انتوا عارفين بقى الباقي يعملوا بقى انتوا يعملوا الباقي. عملت ايه بقى؟ ولا حاجه. بعديها بين الشوطين مشيت. يعني الاول قالوا لي امشي بجد امشي، فقعدت بقى بعديها بربع ساعه كده الشوط الاولاني خلص نقلت رحت فندق تاني. احمد وانت ماشي اكيد اكيد في العربيه قعدت تفكر انا هعمل ايه. يعني ايه اللي حصل؟ احكي لي كده تصورك للي انت فيه، للحياه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ بصي هو في الاول طبعا حبيت انا قلت الشهره الستات. لا الشهره حلوه طبعا، يعني الشهره حلوه مفيش كلام.